أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين بكل خير. مقابلة خاصة جديدة سوف تكون مع ضيفي السيد محمد الأنصاري، وهو المتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي. مرحبا بك يا سيد محمد. نتحدث بداية عن نقاط الجذب سيد محمد الموجودة في إكسبو، والتي تجذب الفئات المختلفة من المجتمع ومن حول العالم. طبعا مشكور على هذه الاستضافة. أولا إكسبو هذه السنة إكسبو مميز، وفعلا نحن وعدنا العالم بشيء استثنائي، ونحن فخورين أن كنا على هذا الوعد. مثل ما تفضلت، هذه أول مرة يكون الإكسبو يقام في هذه المنطقة، أول مرة بمشاركة أكثر من 190 دولة، ولأول مرة كل دولة بيكون لها جناحها الخاص، فرصة أن تقول قصتها، تبرز ثقافتها، تراوي ابتكاراتها للعالم. فهذا شيء أساسي، ولأول مرة أكثر من 60 فعالية في اليوم، من الثقافية إلى اللي تخص رجال الأعمال، إلى الفنية، إلى الفعاليات الأخرى. فيوم نتكلم عن نقطة الجذب، إكسبو 2020 دبي صمم لكي يكون قريب لعدد كبير من أضياف المجتمع، سواء كنت من رجال الأعمال، فهذا المكان المكان الأنسب اللي ممكن أنت، اللي يجب أن تكون متواجد فيه لكي تستفيد بشكل كبير. إذا كنت من هاوي الثقافات وتريد أن تتعرف على العالم، فالعالم أسره موجود اليوم في دبي لمدة 6 شهور. إذا كنت من رواد الفن وتريد إلهام على ما توصل إليه الفنانين والمصممين المعماريين والتلاعب بالمواد المختلفة، فهذا المكان الأنسب لك. تريد تعرف كيف تتواصل العقول لإيجاد حلول لأهم الأزمات والتحديات التي تواجه الإنسانية، فهذا المكان مكان مناسب لك. إذا كنت أب فهذا مكان مناسب لك أن تأخذ أبنائك إلى رحلة ثقافية وأيضا ممتعة في هذا الجانب، فهو يتناسب مع العدد كبير من أضياف المجتمع، وهذه نقطة جذب كبيرة لهذه النسخة من الإكسبو. وبهذه المناسبة، كم يبلغ عدد الزوار حتى هذه اللحظة منذ إطلاق الحدث في الأول من أكتوبر؟ طبعا نحن نعلن بأعداد زوار كل اثنين، في آخر أرقام عندنا وصلنا إلى 1.476، ما يقارب 1.5 مليون فيزيتس لهذا المعرض. فخورين على هذا الإقبال الكبير من الناس للأجنحة، ومتوقعين مشاركة أكبر وأكبر مع الفعاليات المقبلة اللي محضرينها للناس. ولكن ماذا عن الأجنحة الأكثر زيارة؟ طبعا كل جناح عنده طريقته في عرض الأرقام اللي عنده، كل جناح له زوار خاصين. الحمد لله يعني نشوف إقبال كبير على عدد كبير من الأجنحة في الموقع، وكل حسب الأطياف المختلفة من الزوار. إكسبو حتى قبل إطلاق الحدث يعني كانت هناك العديد من المبادرات لدعم الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحدثنا أكثر عنها سيد محمد لو سمحت. طبعا الدعم يأتي بطرق مختلفة، فممكن نتكلم أولا عن العقود، ونحن قلنا أن 20% من العقود يجب أن تذهب إلى الأسميز. اليوم الحمد لله ما يقارب 52% من العقود راحت للأسميز. اليوم عندنا 13700 شركة من 148 دولة من الشركات الصغيرة مشاركة عندنا في إكسبو، فالدعم من هذه الزاوية. وأيضا ممكن نتكلم عن إكسبو لايف، وهي مبادرة لدعم الشركات وتأسيسها اللي ممكن تحصل حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية. طبعا هذه المبادرة
أتت بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدعم هذه الشركات. تقريبا تم تقديم 11 ألف شركة حول العالم قدمت على أفكارها للدعم. اليوم عندنا ما يقارب 140 شركة من مختلف دول العالم تقدم الآن حلول، وفائدتها موجودة على أرض الواقع. ففي مثلا مشروع لبيه الآن عند ما يقارب 100 ألف مشارك. في شركة مثلا في كوريا كانت هدفها دمج ذوي الضعف السمع في المجتمع وزيادة دخلهم. اليوم أعلنوا نتائج مهمة في رفع دخل هذه الفئة ودمجهم في مؤسساتهم. ففي عندنا العديد من هذه الشركات في هذا الجانب. طبعا هو المبادرة إكسبو لايف نحن نتكلم عن تختلف من مشروع إلى آخر، ولكن طبعا الدعم أيضا أتى من ناحية نحن مرينا أيضا في جائحة كوفيد، وكانت في ارتباط وبارتنرشيب ويا مؤسسة بيل غيتس أيضا لمساعدة هذه الشركات في زمن الجائحة ومعونتها. فتأتي المساعدات وتأتي الاستثمارات بطرق مختلفة. اليوم نحن وضعنا منصة عالمية عندهم جناح The Good Place، يجب على الزائرين في أكسبو أن يمروا على هذا الجناح الجميل وللتعرف على هذه الشركات الناشئة. عندنا في هذا الجناح وهذه المنصة فرصة أن عرضنا هذه الأعمال للعالم، أكثر من 190 دولة وجناح خاص لهذه المشاريع موجودة أيضا للعرض أمام أعين العالم. يعني سيد محمد، دعنا نعود للنقطة الأولى وهي يعني نقاط الجذب في إكسبو 2020 دبي. نحن تحدثنا عن فئات المجتمع المختلفة، ولكن ماذا عن المستثمرين؟ المستثمر يعني دائما يحصل مكان في دبي وفي الإمارات. الإمارات كانت ملتقى لجذب المستثمرين منذ تأسيسها، واليوم إكسبو هي زيادة على هذه القصة. فأنا أبغي أعطيك بس بعض الأمثلة على هذا. نحن نتكلم عن نحن مرينا في زمن الجائحة، الإمارات أبهرت وجذبت عدد كبير من المستثمرين بتحديها لهذه التحديات وقلب التحديات إلى فرص، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للمستثمرين أن يعرفون أنهم آتين إلى مكان آمن، مكان ملتقى للشعوب والثقافات، ومكان لا يهاب التحديات بل يخلق من هذه التحديات فرص للجميع. فأنت تتكلم عن في زمن الجائحة دولة الإمارات أطلقت مشروع لاستكشاف المريخ، في زمن الجائحة شغلنا المفاعل النووية، في زمن الجائحة وفي ضمن الظروف اللي موجودة أكثر من 190 دولة أتت إلى الإمارات وحطت الثقة في دولة الإمارات وفي دبي أنها تكون متواجدة هنا وكل بجناحها الخاص. فهذه علامات ثقة من المجتمع الدولي، ثقة بقدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص، ثقة من المجتمع الدولي أن دولة الإمارات هي فعلا ملتقى للشعوب، فرصة برسالة إكسبو ككونه ملتقى مفيد سيجمع العالم في وقتهم بأمس الحاجة أن يجتمعون لإيجاد حلول مستقبلية وفرص مستقبلية للمستثمرين. ولهذا أصبحت القصة مستمرة في جذب المستثمرين، واليوم نحن متوقعين العدد أكبر وأكبر وأكبر من هذا من المستثمرين في هذا الجانب.
وكيف سوف يكون الوضع سيد محمد بعد الانتهاء من رحلة إكسبو 2020 دبي؟ نحن نتحدث عن الأرث. طبعا إكسبو هي استمرار لقصة نجاح لدولة الإمارات ولدبي. دبي معروفة بالابتكار والإبهار وإبهار العالم. إكسبو هي سلسلة من هذه القصة، فلن تنتهي قصة الإبهار والابتكار في دبي. الموقع بيتحول إلى ديستريكت 2020، وهي مدينة عصرية جديدة تجذب الاستثمار، وهي جزء من هذا الإيكو سيستم لرجال الأعمال، ومستقبل مهم لجذب الاستثمارات للمنطقة في قلب دبي. 80% من كل البنايات اللي موجودة هنا ستبقى لما بعد إكسبو، وستتحول المنطقة باسم ديستريكت 2020. يعني سيد محمد، العالم بأسره هو ينتظر المبادرات التي سوف تنطلق على هامش إكسبو 2020 دبي، خصوصا فيما يتعلق بالاستدامة والتنقل وغيرها. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة وكل هذه المعلومات. الله يخليك، طول عمرك. مشكور، مشكورين. وأنتم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.